المقلقل من أشهر الأكلات في المطبخ العربي. النهاردة هعلمك إزاي تعملي بطريقة بسيطة وسريعة ويشرفك قدام ضيوفك. النهاردة هقدم لك مقلقل الدجاج. في حل على النار هحط 3 معالق زيت وعليهم قطع الفراخ، وهحرك الخليط لحد ما الفراخ تتشوح. بعدها هضيف البصل، ودلوقتي هضيف البهارات البرياني وكمان حبة البرد وعليهم صلصة الطماطم، ودلوقتي هحط الطماطم المبشورة، وبعدها هضيف مرقة الدجاج وعليها المية. أول ما الخليط بتاعي يغلي هحرك كل المكونات سوا، ودلوقتي هضيف الفلفل الرومي وهسيبها لمدة 25 دقيقة. هحط معلقة صغيرة ملح وكمان الكزبرة الخضراء بتاعتي، وبكده مقلقل الدجاج جاهز للتقديم. وبكده يكون جاهز معايا مقلقل الدجاج. ممكن تقدمي جنب رز بسمتي أبيض أو عيش، جربيه ومتأكدة إن هو هيعجبك. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.